السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. معكم عبد الله أو كرم بي 203. اليوم على الحلقة السادسة من لعبة جولد رش. وطبعا الحلقة اللي مضى جبنا الحطارة هذه الكبيرة، تشوفون الحجم بالنسبة للصغيرة اللي وراء. واليوم عندنا خطط تالية. اليوم نبي نغير المكان هذا، يعني بيحول بغير المنطقة الثانية اللي هناك. انا اتوقع كل ما نتعمق داخل الارض او نروح للاماكن اللي نازله شوي ممكن نحصل اكثر ذهب. الحين مثل ما تشوفون معي 362، هذه بس من الحفر حاله. الحفر يعني ما سويت اي شيء، يعني ما طلعت ذهب مره. يعني اشتغلت خلف الكواليس شغل خفيف بس، يعني بس عبيت فيه ثلاث اسطول عبيتها اللي هي تشوفونها، بس راح تشوفون ثلاثة تشوفون بجنب الآلة نفسها هذه. لكن الحين بس أبي أعبي السطل الرابع والأخير وأبي أطلع الذهب، وبعد أتوقع ما أدري يمكن أعبي الخزان حق اللي هو الديزل. أبعبي الخزان وبجهز كل شيء وبشوف وش اللي نحتاجه عشان نوصل المنطقة دي. مثل ما تعرفون أصعب شيء توصيل الماء، يعني هو أهم شيء توصل الماء. خلاص عادي تقدر الكهرب تجيب وتقدر تجيب اي شيء ثاني. لكن الحين بس بعبي السطل. مثل ما تشوفون الحفارة هذه اسرع من الحفارة الاولى، مع اني شغلي به يعني مو ذاك الشغل، بس لا الحين عبيته فل، لان احيانا ما عبي نفس اليد هذه ما عبي فل. بس الحين مثل ما تشوفون عبي فل على طول، تقريبا 43، لا 48، لاني اذا عبيته فل والآلة طافية 49 او 50 احيانا. طيب الحين 43% عبينا اللي هو السطل، بس باقي نعبيه اخلصه ارجع لكم. طبعا خلاص هذا اخر شيء. تمام الحين طفت الحفارة. الله لا طفيتها وانا من يم الحفرة. نعدل كذا، نطفي اهم شيء اي نور يكون طافي عشان ما تخرب معي البطارية. طيب الحين طفيناه، الحين بروح طفي اول شيء طفي هذه، بعدين طفي الكهرب. او لا ليش طفي الكهرب وطفي الماء؟ لا خلاص هذه اربع سطول. الحين نحط السطل الاول. تمام وهذا السطل الثاني مع 362. ما طلعت بالحفر اللي قبل شوي بدون تصوير، ما طلعت ولا شيء. الحين نشوف كم نجيب. حلو كان معي 360، الحين 600 وباقي عندي سطلين هنا. يعني بس من السطلين الاولى السطل واحد 50%. وهالحين الحين باقي السطل الثالث بس لحد ما يتعدى هنا، ينزع عن 50. حلو نزع عن 50. هالحين بيشوف عاد كم بالنهاية تجيبي كل الأربع سطور كم تجيبي. يعني أنا كان معي 360. حلو هالحين جاب لي يعني 986 كيلو إلا 20 جرام تقريبا، أو لا 14 جرام، يعني باقي 14 جرام ويكمل كيلو ثاني. طيب يلا الحين طفي الآلة، نطفي كل شيء. واعذروني اذا الصوت يعني شوي لكم عليه، لان توي قاعد نور. جيت من الدوام قلت ابي اصور اللعبه، بس قلت ابغى فيه لغفوه بسيطه. الكلام كذا تقريبا الساعه 12، قلت ابغى فيه غفوه بسيطه بس. والله وكيلكم ما قمت الا الساعه تقريبا 10 بالليل، الى صارت غفوه. طيب الحين وش اللي عندنا اي نحتاج اول شيء نحتاج توصيله مثل اللي ورا الماطور هنا. ونحتاج نعبي الديزل، نعبي خزان الديزل ونعبي الجراكل. ورانا نقل، وراي نقل. شوف هالحين وين هنا، ها مثل ما تشوف خربت الدنيا تخريب. بس انا بنتقل المنطقة هذه، ما ادري شوف اتوقع ان نلقى اكثر. يلا بس ابي اروح انام، واذا طلع الصبح ارجع على طول. طبعا رجعت لكم بس بعد ما نمت. مثل ما تشوفون صار معي 799 ذهب، لانه ما ادري كل ما نمت يطيح مني ذهب، يعني
ما أدري هو ضريبة حقت الأرض أو ما أدري وش الموضوع بالضبط، أو لازم أملك الأرض لأني أنا مستأجر الأرض إيجار، لكن عادي ما في مشكلة، عادي نعوض اللي ينقص نعوضه، ولا يمكن أن أبيعها الحين ووصله مرة واحدة. يلا مالي إلا كذا. هنا جبت العيد، موقف السيارة حسب إني مطفي، بس لقيت إنه طافية ديزل، ويا طفى الديزل خلاص يخرب معك الفلتر على طول. طيب عسى معي فلتر، بس والله شكله بشلح الفلتر حق هذه لحد عد ما أجيب فلاتر، وبي أحسن شيء أجمع القطع مرة واحدة، أجيب فلتر الكبيرة بعد الكبيرة لأنه يختلف، لأني بعبي البنزين أول شيء، بعبي الآلات مرة واحدة، وبي عشان أفرغ الخزان كامل عشان أعبيه مرة. طيب الحين ما يمديه يشتغل لأن ما في ديزل أساسا. انزل انزل. طيب ما ادري هو يعبي اذا صار طايح ولا لا. والله شكله بس حق تشغيله، حق دقة سلف، ما يسوي شيء مع الجيب. عباه شوي ربع تقريبا. حلو، يلا هالحين بعبي الجيب كامل. ها هي نسيت اطفيها قبل التصوير، قدمت وشلت الظاهر سحبت منه حق الديزل ونسيته. يلا خلي الحين فل، يعني ما اخذ ولا 5% من الخزان، لكن الحين نبي نعبي اللي هي الحفارة. نسوي شيء لازم نشيله، نسحب يمه سحب، الله يستر ما طحنا بالحفرة، اذا طحنا بالحفرة الظاهر خلاص يمدي. الحين هذه تبتشفط وكله بدون اي ما يحرك شيء، لأن الخزان حقه كبير مرة، بس ما أدري كم لو يبين لي كم لتر. يلا 6 5 4 3 حلو تمام، هذا يكفي ممتاز. حلو حلو، يلا الحين بس أبي أطلع المحطة وأبي أشتري الأغراض، او لا اشوفهم عند المحطة، عند المحطة نفسها. طبعا صهرت الذهب ما تشوفون، بس انا ما ادري ليه اشيل هذول معي، ما ادري وش بيبه. الحين نبي نبيع سبيكة، كم تجيب؟ 21000. حلو تمام. طيب يلا بيع. يلا الحين وش محتاجين؟ محتاجين نرجع، لا نروح اول شيء المحطة نعبي الخزان كامل، حطه قدام طبعا بغيت ارجع ورا، وبعد عاد برجع للمحلب بشوف وش الاغراض اللازمه اللي اخذها عشان اوصل المنطقه هذه. وش لحظه في شيء هنا، ما ادري وش، لكن ما عليه نسحب نشوفه بعدين. طيب الحين بعبي وبارجع بي زي ما قلت لكم، باخذ الاغراض اللازمه عشان نوصل الماء للمنطقة الجديدة. الحين نعبي الخزان. لا ركب قول كم؟ 999 دولار و97 سنت، يعني 1000 دولار. نعبي الخزان كامل. السلام على الذكاء. ولا هات طشت يا ابي حطه تحتك عشان خاطر الذكاء اللي بينزل منك ما يضيعش على الارض. طيب الحين فل. حلو تمام تمام.
نعبي جيب برضه، نعبي شوي. تمام تمام الحين خلصنا، بس بروح للمحل واشتري الاغراض اللازمة. طبعا اول شيء قبل ما انسى لازم اخذ الفلاتر هذا، ناخذ اثنين من هذا نحتاجين. وما ادري انا ما شفت فلتر حق هذا الحفارة الكبيرة، بس نبي ناخذ واحد من هذا احتياط، لاني اتوقع انه كذا شكله. طيب والحين وش باقي؟ الحين عاد نبي ناخذ الاغراض للماء، توصيل الماء. اول شيء نحتاج هذه واحدة، كم؟ 66 دولار، واحدة اظن تكفي، هلا تكفي ان شاء الله. طيب وهالحين وش باقي؟ باقي ناخذ لي، ناخذ واحد من هذا خلاص. طيب الحين وش فيه ثاني؟ هذه حقت ماء، بس ما ادري وش فايدة، يمكنها تدفع اكثر يعني ابعد مسافة، يعني ابعد مسافة من هذا. ناخذ نجربه، يلا ناخذ نجربه، لاني اتوقع انه بعد اكثر ديزل يعني تاخذ اكثر. يلا الحين بحاسبه وبشيل الاغراض وارجع لك. يلا باقي هذا بس خلاص ونحرك. بس قبل ما اروح ابي اوريكم معدة احتاجه مستقبلا، لان نحتاج ناخذه، بس بشوف كم سعره. عندنا وش الصبخة؟ وش صدمت انا؟ طيب خلي الموتر شغال عادي، اني على السريع بوريكم على السريع بس. الى هذه توقعت انه ما لغة ما هي باينة عندي. هذه ب21,000، هذا تانك ديزل كبير يعني ياخذ وقت. ومن ميزاته انه يعني ثبته عندي بنفس الارض وخلاص، اذا بغيت اعبيه بس اضغط حرف اي عليه وعبيه، يعني حاسب يعني كم هو لتر، كم على حسب اللتر خلاص هو بمكانه. بس من يعني مشاكله انه خلاص يعني لازم ما تستغني عن الخزان الصغير، المكان ثابت ما تقدر تقرب الالات عنده، ويعني تعبيه من الخزان يعني بالعربي محطة ثابتة عندي، محطة ديزة ثابتة. نحتاج يعني هو 21,000، والله صراحة مو غالي مرة، لكن إن شاء الله نجمع له وناخذ إن شاء الله الحلقات الجاية. طيب الحين يلا أشوفكم عند نفس الأرض. طبعا اللي اكتشفته من المطور هذا إنه يعني ما يشتغل على الديزل، ما له أي ميزة ثانية يعني نفس دفع هذا، يعني نفس المسافة، بس ميزة إنه بس يشتغل على الكهرب، يعني ما تشبك بس الكهرب من المطور نفسه أو من المولد الكبير. اذا اشترينا المولد الكهرباء الكبير يعني، بس هذه فايدته يعني خسارة، يمكن نحتاجه مستقبلا عادي ما في مشكلة. سلم هو انا بكمل التوصيلات هناك، ابي اشوف، ابي اختبر الماء وبوصل الماء وارجع لكم. في مشكلة صارت عندي هالحين، انا ما ادري وش بالضبط، لكن شوف الماء ما يصب، جيت هنا الدنيا فاضية ما في ماء، اول مره تصير معي، ما ادري وش الحل. في صوت الماء تسمعونه، في ما هنا، وقلت يمكن مقلتش الماء يعني ما طلع. روح هنا ما في شيء، شوف هنا يعني بالعاده السطل يعني اذا جيت بالمكان هذا يصير يمديك تاخذ ماء، بس ما ادري وش السالفه، وش الحل بالضبط. ادري بحاول القى حل المشكلة وارجع لكم. والله قريت انها الحين وشفت المشكلة اساسا، اول حسب جلتش، حاولت اطفي وشغل اللعبة مرتين ما نفع. بالاخير كشفت انه خلاص انت في فصل الصيف الحين يجف النهر اللي هنا، يعني ما يجيك اي ماء. لكن الحل اني اخذ الجيب وروح لنفس المحل، لان فيه نفس الخزان هذا حق ديزل بس حق ماء،
يلا ابي اروح اشوفه بشوف كم سعره وشوفكم عند المحل ان شاء الله. شوف المشكلة الجديدة، ما ادري وش الحظ اليوم سيء معي. شوفوا على طول اول ما تحركت بنشر. ومنين يجيب كفر ما ادري، وشلون اروح اجيب الكفر ما ادري برضو. في شي قريب معي؟ استبنى معي؟ ما في، لكن شكل بمشي عليه وهي مبنشر لحد ما اصل محله. ما ادري وش هالحظ السيء اللي عبي لعب اليوم. شوفوا الحين بدل الكفر واحد كفرين، يعني بضطر اني امشي بالسرعة هذه لحد ما اصل المحل. الله يسر كم ما خرب بعد من الكفرات هذه. يلا يلا تحمل عاد الشكوى لله. اليوم هذه حلقة مشاكل، موضوعه اليوم مشاكل. يلا عاد الحين نبي نشوف وش الحل المشاكل هذه. اول مرة تصير معي ان تبنشر السيارة من اول من بدايات التحديثات. طيب هذه كفرات الجيب، كفرات الجيب ولا لا نغلط، لا ناخذ كفر حراثة ولا شيء ثاني غير الجيب. لا توقع ان هذه ناخذ واحدة احتياط عشان نأكد. ابي اخذ واحدة عشان اجرب بس اشوف هي نفس الكفر او لا. طيب الحين الى نفسه توقع نفسه 100%. الحين طريقة تركيبه، انا طريقة الفك عاد ما عندي مشكلة، بس ما ادري التركيب يحتاج عفريته او شيء. شلون الفك؟ ايه صامولة الله يعين. يلا رجعنا كار ميكانيك سيميليتر. يلا اخلص. الحين بلشت، انا فكيت المسامير بس المشكلة يحتاج رافع، ما ادري منين يجيب الرافع. اتوقع موجودة يعني عندهم هنا في رافعة في اللي هي العفريتة. ما هي موجودة عندي. طيب ندور هنا. او ما ادري شلون طريقته بالضبط. والله مشكلة. طيب شلحل أحاول أدور حل المشكلة وارجع لكم. والله حاولت لحد ما عجزت، ما لقيت لأي حل، وحاولت أبحث ما عرفت، ما أدري وش اللي ما فيها أحد يعني طلع لي باليوتيوب مبنشر عن نفس اللعبة هذه. لكن إلى هنا بنهي الحلقة. الله يعطيكم العافية على المشاهدة، أتمنى ما تنسوا اللايك والاشتراك، وإن شاء الله بإذن الله الحلقة الجاية أكون ألقى حل ونكمل اللعبة على طول. يلا يعطيكم العافية على المشاهدة، واكتبوا لي وش الحل، اكتبوا لي وش الحل اللي يفهم باللعبة أو يعرف عنه أو يلقى أي حل، اكتبوا لي بالكومنت. يلا في أمان الله.